بالسنة الواحدة 800 ألف شخص عالميا في العالم كله ينتحر إذا نقسم 800 ألف على العدد الأشهر راح يطلع عنا تقريبا 66 ألف شخص بالشهر بمعنى أيضا إذا نريد نقسمها على اليوم يطلع 2200 شخص باليوم بمعنى إذا نريد أيضا نأخذ أكثر على مدى نتفاعل ويا الرقم أكثر كل 40 ثانية أكو شخص بالعالم دا ينتحر يعني بعد مرور عشر دقائق من لقائنا راح يكونوا كذا عدد شخص منتحر اذا هي ظاهره جدا شائعه ممكن حضرتكم ذكرتوا دك بعض الارقام المرتبطه بالعراق بالخصوص لكن هاي ارقام عالميه الاسباب ممكن تكون سبب لمرض نفسي بعض الامراض النفسيه المحدده اشهرها مرض الاكتئاب مرض الفصام مرض اضطراب المزاج ثنائي القطب اضطرابات الشخصيه اكو عده امراض باحتماليه الانتحار تكون عاليه شافوا في البلدان ذات الانكم او الدخل العالي الاكتئاب بالتحديد والكحول هم اكثر سببين مرتبطين بالانتحار غير الاسباب المرضيه يعني اكو ناس ما عندهم اي مرض نفسي يعني ما مشخصين وما يعانون من شيء وفجاه يتخذ قرار الانتحار هاي ايضا هي نسبه غالبه تسمى يعني قرار يتخذ بثواني عاده هاي تكون سببها يا اما مشكله ماديه حدثت فجاه شخص صار عليه دين معين او مشكله بالوظيفه مثل ما قلنا ترتبت عليها مشاكل ماديه اللي اقدر اقول اكثر شيء عن هاي الامبالسيف الارتجاليه او وال... اللي ما يكون مخطط, ال... ما مخطط لها دقيقه تكون مرتبطه بالعلاقات يعني شخص تنتهي علاقته بسواء سواء زوجته او حبيبته يعني بغض النظر عن طبيعه العلاقات هذا الانتهاء المفاجئ لاي سبب كان هذا ممكن ايضا يعتبر ريسك فاكتر او عامل خطوره اكثر علامه تشعرنا انه هذا الشخص عند احتمالية الانتحار عالية جدا هو شخص حاول إيذاء نفسه سابقا لكنه ما نجحت المحاولة نعم. كأنه أخذ بعض الحبوب لكنه عاش ما مات هذا عادة احتمالية العودة للسلوك تكون جدا عالية أكو ناس يجرحون أنفسهم نعم. هذا كأنه يعني تدريجيا يقرب نفسه من يريد يشوف شنو شعور الالم نعم. وراها كل ما يتقرب ممكن في إحدى المرات تكون الجرح عميق ويؤدي الى الوفاه تفضل عفوا من خبرتك اكيد عندك حالات اكتئاب جو عندك ووصفت لهم ادويه نعم. لهذه الحاله نفترض اكتئاب لانه من اكثر الاسباب اللي نعم. الانتحار هل في حاله من الحالات انه اخذوا هذا الدواء نعم. وزادوا الجرعه حتى يجربون الانتحار من خلال الادويه طبعا هذه مرتبطه بالادويه مضادات الاكتئاب القديمه مضادات الاكتئاب القديمه اكو ادويه اذا اخذتيها بجرعه عاليه تؤدي الى توقف القلب م. هذه الان من يجينا مريض وجزء من الاعراض اللي عنده اياها هو افكار انتحاريه الطبيب الفاهم شغله راح يتجنب هاي العائله الدوائيه يعني لو بالخطا المريض اخذ راح ممكن يتوقف قلبه ويموت في حين الادويه الحديثه مضادات الاكتئاب حتى لو اخذ جرعه عاليه نعم ممكن يدخل بغيبوبه لكنه احتماليه الوفاه تكون قليله.